بسم الله الرحمن الرحيم. سألونا الأصدقاء عن كيفية تحديد تلف الماطور أو عطب الملف، شلون نقدر نتوصل إليه؟ الطريقة إن شاء الله سهلة، عدة احتمالات. الاحتمال الأول توصيل مع الجسم، يعني تفحص بالسيريس تلقى الماطور ضارب ويا الجسم أو بنتلة تكون خفيفة، حتى لو قوية نفس الشيء، إذا خفيفة إذا قوية هي شغلتها خطرة. يعني النقطة الثانية الحماوة العالية، تشوف الماطور متخلي ايدك عليه يحمي يجمر، واذا اشتغل يعني دقيقة دقيقتين الى خمس دقائق يحمي، وحتى يموع لك المروحة الخلفية تكون مايعة. النقطة الاخرى، اكو قسم الماطورات بها اوفرلود، فيشتغل لمدة قصيرة ثم يفصل، وبعدين من يبرد الماطور يشتغل مرة ثانية. هاي ايضا علامات الحرق، يعني معناته يعطيك انذار المتحسس بانه الماطور هذا بيه مشكلة. الشيء الثالث التمييز من الصوت، يعني مثلا هسه عندنا هالماطور هذا محروق، راح نشغله ونسمع الصوت مالته. اذا تلاحظون صوته مو اعتيادي، عالي كلش كلش عالي صوته، ونبات ياخذ ويعطي بالشغل مالته. لو تلقاه بالعكس مو صوته عالي، تلقاه يفتر عليك يا خفيف، فهذا علامات الحرق مالته. احيانا يصير عندك ضعف في سحب الماء، يعني الماطور ما يسحب ماء، ضعيف، مو دائما دلالة على الحرق، بس احد علاماته بانه ده يشتغل على ملف واحد مو على ملفين، فمعناته حرق. العلامات الاخرى التشغيل بالتدوير اليدوي، هذا ايضا مو معناته هو محروق، بس تمدل لك كونديسر اذا ماكو معناته محروق الملف التقويم مالته. الشيء الثاني والمهم كلش عندنا بالفحص، يعني اي مصلح لازم ما يخلى من هاي الشغله، هو مقياس الامبير. راح نشغل هذا ونشوفه. هاي المطارات الصغار المفروض هاي مثل هذا الحجم جوا الامبير، يعني امبير وجوا، راح نشوف هنا الامبيريه مالته ايش قد هذا الماطور. هنا الامبير ماله 1.6، معناته محروق هذا الماطور. ومثل ما قلنا اذا ورا فترة نخلي ايدنا عليه راح يحمي الماطور، يصير جمر، يحمي من هاي المكان يصير جمر، هسه بدا يحمي هو. فهاي اغلب النقاط اللي تؤدي الى حرق الماطور ونعرف من عدة محروق. النقطة الاخيرة قراءة الاوميتر، نلاحظ هذا الماطور هسه راح نقيس الاومية مالته ونشوف الارقام مالته الغير طبيعية. لاحظت بالمحاضرة السابقة بقى هذا رقم 43، شوفوا يا هذا كله فوق الاربعينات، المفروض يقرأ 20 وجوا، شوف كله قراءات عالية، يعني يقرأ 25 وجوا، خلينا نقول اعلى رقم قريناه بذاك الماطور، فكلهم متقاربات. لحظة حتى ما يستقر نوبات، فهذا هم من أحد الدلائل على حرق الماطور، وشكرا لكم.